ابو تريكه ما هوش يعني صديق شخصي قد ما هو هو لاعب كوره، وانا كنت بكتب وكتبت عنه كتير ومدحته كتير وانتقدته ايضا في بعض الاحيان. عايز اقول له جه وقت الكلام، انت ملتزم الصمت طول الوقت، اطلع واتكلم، اطلع وقول انك مش ارهابي، اطلع وقول ورد على كل الاتهامات، لانه انت لك جمهور بيحبك، جمهور بيدافع عنك، من حقه عليك انك تطلع تتكلم. انا برفض اي مسؤول او نجم او في أزمة يلتزم الصمت. أتفهم أنه أحيانا السكوت بيبقى ضرورة تفرضها الظروف، لكن في أبو تريكة لما لقيت الناس دي كلها واقفة معاك، أعتقد أنه جه وقت الكلام.